وبالعودة لمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية وجلسات الاستماع التي تجريها المحكمة، معنا عبر الهاتف للتعليق دكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون الدولي. دكتور صلاح، أهلا بحضرتك معنا. تقديرك للكلمة المصرية بالمحكمة الدولية من حيث اللغة القانونية التي قدمت بها هذه المرافعة، وأيضا من حيث القيمة المضافة للضغط على القانون الدولي من جهة، وأيضا على الاحتلال الإسرائيلي المستعر من جهة أخرى. نعم، بالفعل تناولت هذه المرافعة الشفوية التي أدتها باقتدار ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، وبحق أقول أنها مرافعة تاريخية وجامعة مانعة، لأنها تناولت في هذه المرافعة الأسانيد القانونية التي تساندت إليها في المرافعة في إدانة الاحتلال الإسرائيلي للجرائم التي ارتكبها منذ عام 67 وحتى كتابة هذه السطور. تحدثت في المرافعة ممثلة مصر أمام المحكمة عن المخالفة الجسيمة للقانون الدولي العام ممثل في ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع الاحتلال للدول وأراضي الدول. تحدثت أيضا عن ما تقوم به إسرائيل منذ عقود منذ 67 وحتى الآن، عن القرار الصادر عن مجلس الأمن 242 عام 67، والذي طالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة في عام 67 ولم تنصاع إليه حتى الآن. أيضا تناولت المرافعة من الأسانيد القانونية القرار 638 الصادر عام 73 بعد انتصار مصر على إسرائيل في حرب 6 أكتوبر 73، وأنه يجب تفعيل القرار 242. كل هذه الأسانيد القانونية بخلاف طبعا تناولت المرافعة اتفاقات جنيف الأربع التي تعد وبحق عصب القانون الدولي الإنساني، وأيضا الملحق والبروتوكول الخاص به الصادر عام 77، وتحديدا البروتوكول الذي جمع كافة بنود الاتفاقات الأربع وخاصة الاتفاقية الرابعة التي تحمي المدنيين. أيضا في هذه المرافعة الشفهية التي قلت وما زلت أقول عنها أنها مرافعة تاريخية جامعة مانعة، تولت في هذه المرافعة وخاطبت قضاة المحكمة العدل الدولية أنهم يقع عليهم تاريخيا هذا الحق للشعب الفلسطيني، لأنه يجب أن يكون في أسرع وقت ممكن بعد إطالة هذه المدة أكثر من 75 عام الحق في تقرير مصيره. طيب دكتور صلاح، ذكرت أنها مرافعة جامعة مانعة، هذه الإحاطة المصرية يعني كما وصفت بأنها شافية وافية من الناحية القانونية، ومصر كما تعلم تتحرك على كل المستويات إنسانيا وسياسيا وقانونيا، لكن نحن أمام رأي استشاري من قبل المحكمة، محكمة العدل الدولية. صحيح هو غير ملزم، لكنه يعني ملزم ربما إنسانيا وسياسيا. ما تبعات هذا الرأي الاستشاري إذا جاء في مصلحة فلسطين؟ ما تبعاته من حيث المجتمع الدولي وتعاطي المجتمع الدولي لهذا الرأي الاستشاري، وأيضا في أروقة مجلس الأمن، وأيضا على الاحتلال؟ يعني إلى أي مدى هذا الرأي الاستشاري إذا جاء لصالح فلسطين سيحرج الاحتلال وتصرفاته المستعرة؟ في البداية يعني سواء كانت قرارات محكمة العدل الدولية بعض منها ومنها هذا الرأي الاستشاري غير ملزم، وأيضا قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تعد البرلمان الدولي للعالم باعتبار أن كافة دول العالم أعضاء في هذه المنظمة الدولية 193 دولة، فكل هذه التوصيات أقول أنها ملزمة حتى ولو أن النص في الميثاق أو ميثاق المحكمة ميثاق الأمم المتحدة أو النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أنه رأي استشاري غير ملزم، لأنه يفتقد إلى آليات تنفيذه. وبالتالي أرى على الرغم أنها غير ملزمة وأيضا هي توصيات لا تلزم إسرائيل من الناحية الواقعية، ولكن لها الأهمية بمكان خاصة في هذا التوقيت الذي تقوم فيه إسرائيل بارتكاب كافة جرائم الإنسانية وجرائم الإبادة وجرائم الحرب التي تحرك ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وأيضا تخالف
بشكل كبير وجسيم المادة 32 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بأي شكل من أشكال التعسف وعدم والتمييز العنصري وتهجير وهدم المنازل والقتل والتخريب والتدمير. في هذا التوقيت بالذات له الأهمية بمكان أن بالفعل يحرك إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية الداعمة له، وكما طالبت أيضا ممثلة مصر في أمام المحكمة العدل الدولية في هذه المرافعة المجتمع الدولي أنه مسؤول في حقيقة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي التعويض الكامل لكل المضرورين من الشعب الفلسطيني، سواء من قتلوا أو من تم تهجيرهم أو من قاموا أو قاموا الاحتلال ببناء المستوطنات، وخاصة القدس الشريف التي تحت الوصاية الهاشمية طبقا لميثاق الأمم المتحدة. طيب، هذه الإحاطة المصرية وغيرها من الإحاطات من عدد من الدول جاءت قبلها بيوم، بالأمس كان هناك جلسة لمجلس الأمن الدولي وتم رفض مشروع القرار الجزائري، والمندوبة الأمريكية قالت بالأمس إن الموافقة على مشروع القرار الجزائري ليس مناسبا في هذا التوقيت. إذا ما هو الوقت المناسب من وجهة النظر الأمريكية وبعد كل هذه الخطوات وبعد كل هذه المناشدات الدولية على الاحتلال بأن يكف عن هذا الإيذاء على الشعب الفلسطيني؟ ما هو الوقت المناسب وكيف تصف ما جاء بالأمس في جلسة مجلس الأمن الدولي؟ اولا احنا عندما شاهدنا مجلس الامن في التصويت على مشروع القرار الجزائري بالوقف الفوري لاطلاق النار والحرب في على قطاع غزه من قبل اسرائيل، وافقت 13 دوله من اجمالي 15 دوله، وطبعا بالفعل استخدمت حق النقد الفيتو للولايات المتحده الامريكيه كعادتها وكداعمه للاحتلال الصهيوني في الاراضي العربيه في الاراضي الفلسطينيه المحتله. أرى أنه في هذا التوقيت وبالنسبة سوف يصدر بالفعل من محكمة العدل الدولية إدانة كاملة وعدم مشروعية ما تقوم به إسرائيل من احتلال وتهجير وغيرها للفلسطينيين، وضرورة أن تصدر هذه التوصية وإن كانت غير ملزمة بالإدانة الكاملة وبعدم المشروعية لمخالفتها ميثاق الأمم المتحدة. في هذا التوقيت وخاصة بعد المشروع الجزائري الذي قدم و13 دولة ممن لهم حق، طبعا بخلاف العشرة غير الدائمين، الخمسة الدائمين لم تستخدم سوى الولايات المتحدة حق النقد الفيتو، هذا يدعونا كما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015 بضرورة تعديل ميثاق الأمم المتحدة وأن يكون لإفريقيا دور وصوت لدى مجلس الأمن كعضو دائم وليس من الأعضاء الغير الدائمين الذين يتم تغييرهم كل عامين، وبالتالي يجب تعديل ميثاق الأمم المتحدة سواء بإدخال إفريقيا كعضو في مجلس الأمن، وأيضا وضع تدابير وآليات لتنفيذ التوصيات الصادرة سواء من مجلس الأمن أو من الجمعية العامة للأمم المتحدة. نعم، دكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون الدولي، أشكرك جزيل الشكر.